يعني حقيقة حضور ومجيء وزير الخارجية الأمريكي يحمل عدة دلالات ورسائل. أكيد الهجمات اللي تعرضت لها القواعد الأمريكية من قبل المقاومة، وخصوصا اليوم يعني كان 6 هجمات صاروخية كان حديث الساعة، ومن ضمن الذي حمل وزير الخارجية الأمريكي إلى بغداد هذه الرسائل الواضحة التي بدأت حقيقة أمريكا تتأثر من هذه الضربات، وكانت هنالك حتى إصابات من قبل الجنود الأمريكان. لو نلاحظ حقيقة زيارة السيد السوداني وبدء الزيارة من طهران، هذه الزيارة الإقليمية التي ستشهد أكثر من دولة، باعتبار أن يعني الجمهورية الإسلامية في إيران يعني هنالك علاقة مع يعني المقاومة، بعض المقاومة، و حقيقة إضافة للجمهورية الإسلامية أكيد هنالك من يتكلم باسم المقاومة أيضا، والمقاومة لها رجالها ولها استراتيجيتها الخاصة، وهي تعرف حقيقة متى تضرب ومتى تتوقف. لذلك هي مجمل قضايا ومجمل يعني أمور أكيد لها صلة كما تفضلت بمؤتمر الذي سيقام في السعودية. لكن ما الفائدة من هذا المؤتمر؟ الجميع يتساءل. أكيد يعني موقف العرب الخانع والذي لا نرتجي منه شيء، باعتبار الدول العربية أغلبية دول مطبعة كما تعلم عزيزي. لذلك ما الفائدة من مؤتمر السعودية، مع العلم أن السعودية وفلسطين هما اللذان طلبا من يعني الجامعة الدول العربية أن تكون هنالك مؤتمر طارئ، جاي لكن كمختصين في هذا المجال لا نتأمل حقيقة الخير من هذا المؤتمر.